ألف مبروك للهلال. أعتقد الهلال يسير في المسار الصحيح. أعتقد يعني في المرحلة الأولى أنك نحن فعلا يستحق إدارة نادي الهلال تستحق الشكر. 15 مباراة في الدوري، 6 مباريات في آسيا، صخب كبير صاحب قيسوس في بداية التدريب للهلال. آمنوا في هذا المدرب، آمنوا بعمله. الآن وصل إلى مرحلة الهلال أنه اللاعبين عندهم إتقان عالي جدا لأفكار وأسلوب قيسوس اللي قاعد يقود الهلال إلى مرحلة رائعة جدا، تجانس، انضباط تكتيكي. أعتقد حتى اللاعبين الدوليين اللي موجودين آمنوا أنه في أي لحظة لازم أكون أنا مشارك، لازم أعطي بكل ما عندي، لأن شفنا الهلال يغيب من يغيب في الهلال. الهلال هو بنفس السيستم، بنفس الأسلوب، بنفس الطريقة. المختلف عند قيسوس أن قيسوس قاعد يختار توقيت التدوير ولم ينتظر الإصابات أو غيرها عشان يعمل تدوير. أنا ما أحبذ المدرب اللي يفكر في المباراة المهمة وهو عنده مباراة، لكن للأمانة قيسوس خلانا نشوفها بصورة مختلفة من مباراة الفريق الأوزبكي قبل مباراة الديربي اللي كانت إلى مباراة اليوم. الفريق يسير بصورة مختلفة، وحتى اللاعبين الأجانب اللي موجودين رغم أنهم قدموا في مباراة الديربي مباراة عالية جدا، إلا حتى في أثناء نزولهم من الدقيقة 60 في مباراة اليوم، إلا أن برتم عالي، بفورمة عالية، برغبة، في إحساس بالمسؤولية بشكل كبير. الصراحة الهلال قاعد يقدم نفسه بصورة مختلفة وفق الظروف اللي هو موجود فيها، وفق العطاء. قيسوس مدرب كبير على مستوى عالي جدا.